أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من تحت الضوء. ماذا يعني أن يخرج من السياسيين من يفضح العملية السياسية ويهجم عليها هجوما كاسحا ويكشف للعراقيين زيفها وأنها عملية لتدوير عجلة السرقة والخراب والظلم للعراقيين؟ هل هي انقلاب على العملية السياسية يعلنه بعض السياسيين فعلا أم محاولة لتجميل صورة العملية السياسية بعد أن وقع العراق في عهد حكوماته المتعاقبة بعد الاحتلال في قعر البلدان التي تحترم حقوق شعبها؟ من جهة أخرى، لماذا يتحدث الممثلون الآن عن المرجعيات ومنهم أحمد الصافي النجفي أن العراقيين عليهم الصبر على الفقر وبالتالي لهم الجنة بحسب وصفه، بينما تحتكم السلطات والمستفيدين من العملية السياسية على أموال هذا الشعب الملياري بميزانياتها؟ كيف نفسر هذا الهجوم وهذا الوصف وهذا الطلب من العراقيين على أنهم عليهم الصبر على هذه المآسي التي يواجهونها؟ أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. ضيفي في الاستوديو، مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. وأيضا أرحب بضيفي الكريم الأستاذ أمير المفرجي، الباحث والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ أمير. أهلا بك أستاذ أمير. إذا مشاهدينا الكرام، نتابع سوية هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. أكثر من عقد ونصف والعملية السياسية في العراق تسير باتجاه مستقبل مجهول، فالأزمات تحاصر العراقيين في جميع الاتجاهات. فهي المنظومة الأمنية الضخمة تنهك كاهل ميزانية الدولة، لكنها لم تستطع توفير الأمن، وموارد اقتصادية كبيرة على رأسها النفط، لكن مستويات الفقر في ازدياد مستمر، مما يؤشر إلى أن مضي الحكومات المتعاقبة في العراق على هذا النهج سيؤدي إلى عواقب وخيمة. الفساد المستشري في مفاصل الدولة لم يعد خافيا على كل ذي عينين، بل إن هناك من المشاركين في العملية السياسية بدأ بفضحها وبيان حجم استهانتها بالعراقيين. النائب عن محافظة النجف فائق الشيخ علي تحدث باستهجان عن الفساد الحكومي والطبقة السياسية التي تعبث بمقدرات الشعب. خلي يسمعني الشعب العراقي، خلي يسمعني ذول السياسيين ايش قد سفل، ذول اللي يحكمون البلد والحكومات كم هم سفلة، وحذاء أحمد حسن البكر أطهر من عندهم. اسمع الدليل. أحمد حسن البكر بالسبعينات وزع قطع أراضي في كل مدينة عراقية على المعلمين، على رجال الدين، تخيل تخيل على رجال الدين. يعني اكو احياء في محافظات النجف وكربلاء هي احياء اسمها احياء باسم الدين اسمها، زين، على الفئات الموظفين، على كل اهل المهن 600 متر مربع. ما فد يوم توقف الاسكان وتوزيع قطع الاراضي المجانيه، انتبه، مو توزيع قطع اراضي مقابل اموال اخذ انا من الناس، لا، المجانيه ما فد يوم توقف. في العهود الغابره والسابقه وعهود البعث وعهود الدكتاتوريه وعهود الظلم، ما لان كانت الدوله والحكومه تفكر باسكان شعبها، الا ذول اللي اجوا لانهم من الشوارع لمتهم امريكا من الشوارع. المرجعية الدينية في النجف التي كانت قد دعمت الكتل الطائفية الانتخابية هي اليوم مسؤولة عن تفشي الفساد، فضلا عن أنها تمتلك المليارات، ومن خلال ممثلها أحمد الصافي الذي دعا العراقيين إلى الرضا بالفقر. الناس فقراء في الدنيا لا يهم، في إشارة إلى عدم مطالبة الشعب بحقوقه المشروعة والسكوت على جرائم المفسدين. العراقيون بكل مكوناتهم أصبحوا يعون ما وصل إليه بلدهم من التراجع في كافة المستويات المحلية والدولية من تفشي للفساد وتردي للخدمات في عموم البلاد. البرلمان ياخذ رواتب وعايش عيشة الملوك وياكلون أكل الملوك، وهذا الشعب كاتل الجوع. الدولة وين يوصل بها بعد؟ يعني خلوا العالم عالم تاكل وعالم ما تاكل. والله عالم تتريق ما تتغدى، تتعشى ما تتغدى، من وراء هالسالفة هاي مال الفلوس. يعني شغل وعمل ماكو، القاعه صار 16 يوم و20 يوم، يعني اهل يطبلنا من الدوله قفاص. النائب فائق الشيخ علي لم يكن اول من هاجم قوى العمليه السياسيه الفاسده، حيث سبقه الى ذلك العديد من اركان هذه العمليه مثل اياد علاوي، بل وحتى نور المالكي الذي اعترف ان شركاء العمليه السياسيه فشلوا في العراق. إذن بلا شك أن الفساد هو المشكلة والمعضلة الكبيرة التي يواجهها العراقيون، يواجهها الشعب العراقي. نسب الفقر المرتفعة ونسب البطالة المتفشية، ويبقى العراقيون ربما يواجهون هذه
المشكلة، ويخرج من يعني ينادي ويقول على العراقيين الصبر وماذا لو كانوا فقراء. هنا نتحدث بداية بعد الترحيب بالأستاذ مصطفى كامل ضيفي في الاستوديو، يعني نتحدث عن أوجه الفساد في العراق وهذه المعضلة والمشكلة الكبيرة التي ربما فقد البعض يعني الثقة بالسياسيين لدرجة 100% في التخلص من الفساد. ما هي أوجه الفساد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. الحقيقة أوجه الفساد في العراق أكبر من أن يحيط فيها برنامج ولا عدة برامج، حتى أن رئيس يعني الوزراء الحالي عادل عبد المهدي عدد نحو 40 فقرة من فقرات الفساد في العراق في عدة مناحي، و40 فقرة، وقال أن هناك أشياء أخرى أيضا. إذن الفساد في العراق هو يشمل كل مناحي الحياة، السياسية منها الإدارية الأمنية العسكرية، في كل فقرة من فقرات الحياة في العراق هناك مسؤولون فاسدون، هناك موظفون فاسدون، هناك مال يجري سرقته ويجري الاستيلاء عليه. هناك يعني الفساد في العراق يختلف عن كل ما يجري أو ما نسمعه من فساد في العالم. في العالم هناك مسؤول يصل، شخص يصل إلى درجة المسؤولية، وعند وصوله إلى درجة المسؤولية يبدأ بالرشوة أو بسرقة المال العام، بالاختلاس إلى آخره. الحالة في العراق مختلفة تماما. الحالة في العراق أن هذا مال الشعب الذي هو يعني مال حلال طبعا، يعني يكون بيد شخص فاسد، هو في الأصل فاسد، يعمل ضمن مؤسسة سياسية تسمى سياسية بين قوسين، وهي ميليشياوية إرهابية عنصرية أو طائفية فاسدة، ضمن عملية سياسية فاسدة، يصل بذلك إلى موقع سياسي ليدين به عملية الفساد، وهكذا يكون الفساد دورة متكاملة في العراق. وما يعني رأيناه في التقرير الذي عرضتموه من حديث ممثل المرجعية الشيعية أحمد الصافي، حديث عن أن الفقراء في الدنيا يعني هذا أمر ليس فيه إشكال. نعم، لو كان الشعب، لو كانت الدولة فقيرة بإمكاناتها، لو كان البلد لا يحوز على إمكانيات أو إمكانات مادية كالتي يحوزها العراقي، العراق، وبالتالي يجب أن توفر لخدمة شعب العراق. يعني نحن نجد حقيقة هذا الكلام فيه استهتار بمعاناة المواطنين، وفيه استهتار بكل القيم أيضا. يعني تصور أن مراجع الشيعة أو حتى يعني المسؤولين في كل المؤسسات الحكومية، بس يعني نحن نتكلم عن هذا الشخص أحمد الصافي، لأن حقيقة استفزني كلامه بشكل كبير ويستفز كل مواطن عراقي. هو عندما يريد أن يتعالج يتعالج خارج العراق، هو أو مرجعه أو إلى آخره، لكن عندما يتكلم مع المواطنين مع أتباعه يطلب منهم الذهاب إلى المراقد للاستشفاء. فهذا حقيقة يعني استهانة بمعاناة الناس واستفزاز لهم وإساءة لهم. نحن رأينا مثلا عبارة الموصل، الفساد الذي كشفت عنه عبارة الموصل حقيقة هذه كارثة هائلة، يعني ندعو للضحايا بالرحمة ولذويهم بالصبر، لكن كشفت عن وجه واحد من وجوه الفساد في الموصل. الموصل مدينة تم استعادتها من تنظيم إرهابي اسمه داعش، لكن استولت عليها عشرات التنظيمات الإرهابية المسمات ميليشيات، ويعني عناصر تم دعمها للاستيلاء على المال العام وعلى كل مرافق الحياة في الموصل. فهذا حقيقة هو ما يجري في العراق، هذا الذي كشفته يعني كارثة عبارة الموصل. يجري مثله في تكريت، يجري مثله في بيجي، تم سرقة مثلا مصفاة بيجي بالكامل، تم الاستيلاء على كثير من المعامل وال يعني مؤسسات الدولة والمال العام، ونهبها وتصديرها بشكل شخصي إلى إيران. الفساد يعني من يتحدثون بأن العراقيين عليهم أن يصبروا، مع العلم أن العراقي من حقه أن يعيش بمستوى
أي مواطن خليجي على اعتبار أنه هو يعني بلده فيه من النفط ما لا يقل على النفط في أي دولة خليجية، ربما يزيد، ربما يزيد. هنا هذا الاستهتار كما وصفته هو فقط موجود في الوقف الشيعي أم في الوقف السني أيضا موجود؟ لا لا، على اعتبار أن هم منظومة كاملة. لا لا، نحن لا نتكلم عن مسألة طائفية، يعني لا، إحنا لا نستهدف جهات شيعية ونترك جهات، لا لا، كل المسؤولين الشيعة منهم والسنة والعرب والأكراد وكل من يدخل ضمن هذه العملية السياسية الفاسدة، وكل الأحزاب. بالمناسبة أن كل الأحزاب لديها صناديق استثمارية، وهذه الصناديق الاستثمارية هي عبارة عن استيلاء الشخص المسؤول، الوزير المعني أو المدير العام أو وكيل الوزارة، استيلاء على حصة من عقود وزارته أو مؤسسته وتحويلها إلى صندوق استثماري لحزبه، بالإضافة إلى ما يسرقه لنفسه. يعني موضوع أيضا الفساد الكبير اللي موجود في الوقف السني، هذا أيضا يعني له قصص كثيرة، و ايضا الفساد الذي مثلا موجود في جامع ام الطبول وعمليه من الذي ابتدا بعمليه استخدام الدين كغطاء من اجل تمرير مشاريع الفساد في العراق؟ يعني قبل استغلال الدين، هو الحقيقه عندما جاء المحتل الامريكي جاء ومعه عصابات كما قال فائق الشيخ علي، جمعهم من الشوارع. وحقيقة هذا الوصف وصف دقيق، لأنه هو يعرف، هو كان من بين أقطاب المعارضة أو عمل في المعارضة العميلة في السابق، ويعرف جيدا حقيقة كل شخص من الذين جاء بهم الاحتلال الأمريكي إلى العراق. هذا الاحتلال الأمريكي هو المسؤول الأول والأخير عن كل ما يجري في العراق من فساد ومن كوارث. الحكم، فترة الحكم التي يعني قضاها بول بريمر في العراق سنة تقريبا، كانت حالة من الفساد العام، والأمريكان يعرفون بذلك، يعرفون أيضا المسؤولين الفاسدين الحاليين الموجودين في السلطة على مدى 15 سنة بعد السنة التي حكم الأمريكان فيها. يعني على سبيل المثال، أنا أقول لك المفتش العام الأمريكي الذي حقق أو دقق حسابات المرحلة السنة ضمن سلطة الائتلاف المؤقت كما يسموه، اللي هي مرحلة الاحتلال الأمريكي المباشر، مرحلة بول بريمر، دقق الحسابات في هذه المرحلة وأكد، وهذه موجودة في وثائق، يعني نحن نشرناها على سبيل المثال في صحيفتنا وجهات نظر، نشرنا عن أن المحقق الأمريكي يعترف بوجود فساد برشاوة بقيمة 3 مليون دولار و5 مليون دولار بحق، يعني استولى عليها حيدر العبادي الذي كان في حينها وزير للمواصلات ضمن سلطة وزارة مجلس الحكم، وعن تراخيص الهاتف المحمول، وأيضا دفعت مبالغ مماثلة كما يقول نص التقرير الأمريكي، الوثيقة الأمريكية، وهذه الوثيقة نحن يعني بحوزتنا وكما قلت لك ونشرناها في الحقيقة، يعني ليست سرا، أيضا دفعت إلى إبراهيم الجعفري مبالغ مماثلة في هذا المجال. وبالتالي الاعترافات تتوالى، يعني الكلام الذي تحدث به فائق الشيخ علي سبقه مشعان الجبوري عندما قال كلنا مرتشون، كلنا فاسدون، كلنا لصوص، كلنا كذا، تحدثت الشابندر أيضا، لا لا، مشعان الجبوري، وتحدث عزة الشاهبندر، وتحدثت حنان الفتلاوي عن تقاسم الكعكة في العراق. كل المسؤولين الذين وهم مسؤولون أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ عن هذا الفساد الذي يجري وعن هذه الكوارث التي تجري، عدد يعني لو قلنا أن بحثنا عن عدد المشاريع التي باسمها سرقت أموال العراق لوجدناها بالآلاف. خلال السنوات 16 الماضية أهدر من مال العراق ما يزيد على 1000 مليار دولار دون أن على مشاريع وهمية فاسدة، يعني قصدي مشاريع وهمية ضمن الحكومات الفاسدة المتعاقبة، ولم يتحقق للمواطن العراقي لا أمنا ولا رفاها ولا استقرارا ولا خدمات، بل حتى أنه لم يسلم على
ما كان لديه في العهد الوطني قبل الاحتلال وأثناء الحصار، حتى يعني شهد العراق منجزات كبيرة مثل بناء جسر الطابقين، مثل بناء بعض الجسور، إعمار ما دمر في العدوان سنة 91. لكن في هذه المرحلة، مرحلة المال المفتوح اللي متاح إلى المسؤولين في السلطة الحالية يعني على مدى تعاقب الحكومات المختلفة، لم يحققوا شيئا ولم يحافظوا على أي منجز. ولذلك عندما يقول فائق الشيخ علي أن فترة الحكم الوطني في عهد الرئيس الراحل أحمد حسن البكر أو الرئيس الراحل صدام حسين كانت تقدم خدمات للمواطنين، لأنها كانت تشعر أن هذا شعبها، فيجب أن تقدم لهم خدمات. أعتقد أن هذا الأمر هو موجود في وزارة الإسكان يعني منذ العهد الملكي، يعني هذا الأمر هو يعني عندما جاءت العهود بعد العهد الملكي هي كملت هذا الطريق. نعم، هو احنا عندما نتكلم عن حكم وطني نتكلم عن الحكم الوطني الذي نشأ في العراق منذ العشرينات وصولا إلى الاحتلال. لا نتكلم عن المرحلة الأخيرة فقط، وإنما نتكلم بشكل عام. لكن أنا تعليقا على كلام فائق الشيخ علي في أن هناك يعني خلال السبعينات والثمانينات وزعت أراضي، بل وحتى في التسعينات وزعت أراضي بالمجان ووزعت قروض وأعطيت للموظفين قروض عقارية وسهلت عمليات يعني تسليم المواد الإنشائية للمواطنين بأسعار مخفضة. هذا ضمن مشروع أكبر، وهو مشروع تحقيق التوازن في المجتمع وتحقيق الاستقرار للمواطن والسماح له بأن ينتج ويبدع ويقدم خدمات لوطنه. أما هؤلاء الذين وصفهم فائق الشيخ علي بأنهم جمعتهم أمريكا من الشوارع، هذا الوصف دقيق جدا، وصف وأكرر دقيق أنه هو يعرفهم جيدا فردا فردا. فهذا الذي يعني إذا تسمح لي نقطة أخيرة، الذي يتواجد الذي يعيش في الشارع، الذي كان يعيش في الشارع لا يعرف يعني اهتماما بأبناء وطنه، لأنه هو جاء يعني أتى إلى السلطة فقط ليسرق وينهب المال العام ثم يفر إلى الشارع مرة أخرى. هذه نقطة تستحق الوقوف عليها. أرحب بالأستاذ أمير المفرجي مرة أخرى، الكاتب والمحلل السياسي العراقي. أستاذ أمير، مرحبا بك. ما تحدث به النائب فائق الشيخ علي وقال بأن هؤلاء هم ثلة، يعني جمعهم الأمريكيون من الشوارع وهم يعني ثلة لم تقدم شيئا للعراقيين، يعني من وجهة نظرك هل هو انقلاب على العملية السياسية؟ هل هناك أصوات تتعالى، تتوقع أنه في لاحقا ستتعالى الأصوات لتكون انقلابا ربما على العملية السياسية، أم تصف ذلك أنه تراجع أم تجميل لصورة العملية السياسية؟ كيف تصف ذلك؟ مساء الخير. بس عندي تعديل قليل على ما تفضل فيه، هو أني ليس بمحلل سياسي، نعم، ولكنني عراقي أحمل ثقافة وطنية، ثقافة من أسرة وطنية. أنا من حفيد النجار الأخرس الذي فجر ثورة 20 في 1920. إذن أنا هنا من يعني من جانب واجب الوطني الذي يحتم على كل عراقي شريف أن يقول الحقيقة ويدين عملية الغزو الأمريكي وعملية الاحتلال وتنصيب حكومة إثنية لا تتفق مع الثقافة العراقية الوطنية. هذا التعبير اللي أرد يعني أعدينه. بالنسبة لما يحدث في العراق، الحقيقة أن في العراق هناك يعني النظام أريد له أن يقاوم في العراق بعد 2003. العراق كان منذ بداية دولة الحديثة في 1923 كانت هناك يعني قتل، وكانت هناك يعني أشياء مرة قاسية يعني مرت الشعب العراقي، ولكن في نفس الوقت الدولة الوطنية كانت واقفة على يعني على أصولها، وكانت دولة وطنية بكل معنى الكلمة، وبتعدد الأنظمة التي جاءت منذ هذا التاريخ ولحد سقوط الدولة العراقية في 2003، والتي يجب أن يقال بأنها كانت دولة وطنية 100% بغض النظر عن يعني الأشياء التي عملت من قبل نظام الدكتاتورية الذي كان له يعني بعض الشوائب على هذه الدولة الوطنية، ولكن كانت دولة وطنية بحتة يشارك فيها الشيعي والسني والمسيحي
بتساوي تام لا يقبل أي شك. ما يحدث في العراق الآن هو أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت بنظام على شكل طبخة، جاءت بنظام يعتمد بالدرجة الأولى على النظام الفيوقراط الشيعي يعني القريب من إيران، لذلك لأنها كانت تعرف بأن البقاء في العراق كان يحتم عليها أن تأتي بأناس كان لها بعض الحقد ضد المقاومة الأقصى. وقد استطاعت أمريكا من أن تثبت أقدامها في العراق عن طريق إيران من خلال الأحزاب الطائفية التي تحكم الآن في العراق ولا زالت تحكم بعد 2003. لقد تم استبدال حكومة نور المالكي والعبادي بحكومة السيد عادل عبد المهدي، ولكن تبقى الأنظمة الطائفية كأنظمة تمثل كوكتيل من الأحزاب التي ليس لها أي صلة بالمشروع الوطني العراقي. ما حدث من قبل السيد فايق الشيخ لأن فايق حتى ولو لم يكن هناك مشكلة في الصوت أستاذ أمير المفرجي، نعتذر منك، سنعاود الاتصال بك الآن، عسى أن يكون الصوت أكثر وضوحا أستاذ أمير المفرجي. بالعودة لكم أستاذ مصطفى كامل، يعني بلا شك أن هناك أساليب يعني طغت على الساحة في العراق من بعد الاحتلال، وهو يعني الأسلوب استخدام الطائفية واستخدام النفوذ السياسي، وهناك أساليب كثيرة كلها للتغطية على عمليات الفساد التي تجري. كثير من صفقات الفساد تمت، صفقات فساد بالأسلحة، بالعقود الوهمية، بالمشاريع الوهمية، 1000 مليار أو 1100 مليار دولار ذهبت هباء من أموال العراقيين، حتى أن العراق عندما ينزل المطر ومن المفترض أن يكون خيرا على العراق تتحول بغداد إلى بحيرة، ف يعني يهربون الناس إلى السطوح. وتعم السيول التي تأتي من إيران ومن نعم، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية وسوء الخدمات وانتشار تفشي البطالة وانتشار الأمراض والأوبئة. هنا يعني نرجع إلى المحور والسبب الرئيسي لكل هذه الأزمات وهو الفساد. بالتأكيد هناك إجراءات حكومية اتخذتها الحكومات المتعاقبة ضد الفساد من أجل مكافحة الفساد تحت لافتات مثلا هيئة النزاهة، المفتشيات العامة في الوزارات، وكذلك المجلس الأعلى لمكافحة الفساد. إذن الحكومة تعمل هي في سبيل مكافحة الفساد، كيف تقيم هذه الإجراءات الحكومية؟ ابتداء أنا أعلق على ما تفضل به الأستاذ أمير، وإن كان الصوت بشكل وصل إلينا بشكل غير واضح. الطائفية التي زرعها المحتل الأمريكي الإيراني في العراق كانت هدفاً ووسيلة لتحقيق المشروع الإجرامي التدميري في العراق وتخريب كل النسيج الاجتماعي لشعب العراق، والذي حصل أن هذا العراق الذي كان بوابة أمن وسلامة واستقرار الوطن العربي، البوابة الشرقية للأمة العربية، أصبح مصدرا للفوضى والإرهاب والطائفية، ونموذجا يضرب به المثل عالميا في الفساد، ويعني تقارير المؤسسات الدولية كلها تتحدث عن فساد السلطة في العراق، وأن بغداد أسوأ مدينة للعيش للسنة العاشرة، حتى أنها كانت في المؤشر الذي صدر قبل أيام قليلة بقيت بغداد آخر مدينة على سلم المدن في العالم من حيث جودة المعيشة وأمن المواطن وتقديم الخدمات. كذلك منظمة الصحة العالمية تحدثت عن هذا الأمر، كل المؤسسات الدولية تحدثت عن هذا، وهي تتحمل أيضا هذه المؤسسات بعض المسؤولية في هذا المجال. الحقيقة من تعقيبا على سؤال الذي تفضلت به حضرتك، من مهازل الذي يعني من المهازل الكبرى التي تجري في العراق أن السلطة الفاسدة تشكل لجنة أو لجان من فاسدين للتحقيق مع فاسدين في قضايا فساد بدعوى القضاء على الفساد. هذا حقيقة يعني
أمر كارثي بشكل كبير. يعني نحن رأينا على مدى السنوات الستة عشر الماضية عشرات اللجان التي تتحدث أو التي شكلتها الحكومة للتحقيق في قضايا فساد وقضايا إرهاب وجرائم كبرى وإلى آخره، ولم نجد طبعا يعني قضية واحدة حسمت عبر هذه اللجان التحقيقية. مئات اللجان التحقيقية شكلت هناك في موضوع الفساد تحديدا، هناك مكاتب المفتشين العامين، هناك ديوان الرقابة المالية، هناك الآن هناك هيئة النزاهة، هناك مفوضية النزاهة، هناك البدعة الجديدة التي خرج بها علينا عادل عبد المهدي رئيس وزراء النظام الحالي الذي اختير مؤخرا، وهو تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد. هذه كلها عناوين يضحكون بها على المواطنين، هم فاسدون يشكلون هذه المؤسسات من فاسدين ويدعون أنهم يحاربون الفساد. لو كانت هناك نية لمحاربة الفساد في العراق، هل استردت مئات المليارات التي نهبت خلال فترة حكم حزب الدعوة على مدى ثلاث مراحل، مرحلتين لنوري المالكي ومرحلة لحيدر العبادي؟ هل استرد أحد الفاسدين الذين هربوا؟ حتى عندما هرب عبد الفلاح السوداني العضو في حزب الدعوة وكان وزيرا للتجارة، يعني هرب نتيجة اتهامه بقضايا فساد تقدر بالمليارات، ثم أعيد بطريقة ألقي القبض عليه في لبنان وتمت إعادته إلى العراق، ثم شمل بقرار العفو العام. هذا القرار بالمناسبة هو واحد من أوجه الفساد الكبرى في العراق، لأنه هو يسمح فقط للفاسدين، يعفو فقط عن الفاسدين، في حين يبقى الأبرياء في السجون حتى الموت. حتى عملية إلقاء القبض على الناس والتحقيق عليهم فيما يدعى بالجرائم الإرهابية على سبيل المثال. هناك نقطة مهمة فيما يخص موضوع الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الأمريكي، هل هو يعلم بعمليات الفساد هذه؟ وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم. نتحدث بهذا الموضوع بعد أن أرحب مرة أخرى بالأستاذ أمير المفرجي، عاد إلينا مرة أخرى، الكاتب والمحلل السياسي العراقي. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ أمير. أهلاً وسهلاً، أنا أستاذ جيد. نعم، الحمد لله. أستاذ أمير، يعني كنت تريد أن تكمل فكرتك فيما يخص موضوع هل هو يعني تراجع من قبل السياسيين على ما شاهدوه بأعينهم هم من فساد داخل العملية السياسية ومن نتاجات يعني سيئة على العراق؟ في طبيعي ان من جاء لهذه العمليه السياسيه جاء اولا لهدف واضح، وهو الحصول على يعني المزايا والحصول على شيء يستطيع ان يكسبه في ظل نظام يعني جاء من قبل الولايات المتحده بطريقه لا شرعيه، الا وهي الغزو. الدوله العراقيه اسقطت لأنها أسقطت من قبل جيش غازي أمريكي أراد أن يسقط العراق ويبدل العملية السياسية ويأتي بما يشاء هو، أي بالأحزاب التي وكما قال السيد طارق فيق لملمها من الشوارع ويعني الأماكن الموجودة في إيران وفي لندن وحتى في باريس. أنا كنت في 1982 طالب في مدينة بوتيه. هل تعرف بأن مدينة بوتيه هي المدينة التي خرج منها عادل عبد المهدي، التي خرج منها العديد من العراقيين الذين هم في عمق الدولة العراقية الموجودة الآن؟ كنا يعني محاربون من قبل حتى النظام الوطني، لأننا لم نكن يعني بعثيين ولكن كنا وطنيين، كنا بين اثنين. يعني الدولة العراقية لم تكن تعتني بالوطنيين في ذاك الوقت بالمعنى الذي نستطيع أن نتكلم به، وكان هؤلاء يتمتعون بالمساعدات هنا في أوروبا، ولكن الحمد لله بقينا على حسنا الوطني لأنها ثقافة جاءت بالوراثة ولا نستطيع أن نتركها بهذه السهولة. إذن هؤلاء جاءوا يعني أهداف خاصة بهم، ألا وهي المناصب والحصول على الثروات، لأن عندما نتكلم مع هؤلاء في ذاك الوقت كنا نلاحظ هناك نوع من النقم وال يعني
الحسد من قبل هؤلاء ضد النظام السياسي الوطني الذي يعني اسقطته امريكا في 2003. كانوا يريدون ان يكونوا يعني في اماكن المسؤولين العراقيين في ذلك الوقت. مع العلم الدولة العراقية كانت تتمتع يعني اناس مثقفين واناس لهم القدرة على قيادة الدولة، الدولة الوطنية التي استطاعت ان تصمد حتى بحروبها مع ايران، استطاعت ان تصمد وتبني في نفس الوقت. ولكن مع الاسف يعني الولايات المتحدة لها هدف وهو البقاء في العراق، لن تستطيع ان تبقى في العراق مع اناس لهم ثقافة وطنية يريدون الخير ويعني لمستقبل بلادهم، اي ان يكون العراق هو بلد مستقل يعني له قابليته في البناء وقابليته في ان يقول انا العراق في المنطقة العربية. لاحظ ما يحدث الان في العراق، العراق ليس له اي صوت. ما نلاحظه الان هو عرض ازياء للمراكز الثلاثة الرئيسية في العراق، الا وهي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، نلاحظهم في زيهم الفارسي واللندني الأنيق. ولكن عندما تتعمق في عمق الدولة العراقية نلاحظ المآسي ونلاحظ ما يحدث في يعني في 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 مؤسسات الدولة. إذا في العراق ليس هناك دولة، وضعنا أناس وضعنا طبخة لأن تكون قليلا من الأحزاب السنية التي لها مصالح خاصة، قليلا من الاحزاب التي سميت وطنيه. ولهذا حتى نرجع الى السيد طارق الشيخ، لان هذه الاحزاب هي ليست احزاب وطنيه ولكن هي احزاب سميت بمدنيه. ولكن عندما نتكلم بالمدنيه، المدنيه لا تعني الوطنيه، المدنيه تعني باحزاب ليس لها صله بالدين او لا او ليس لها صله بعقيده حزبيه. ولكن هذه الاحزاب هي ايضا لها يعني في عمقها خفايا اثنيه. لاحظ ما يحدث في العراق، حتى الاحزاب المدنيه لا يمثلها الا اناس من مناطق معينه. يعني الدوله العراقيه بنيت على اساس اثني وطائفي لحد يعني النخاع. الاحزاب المدنيه في العراق يمثلها السيد طارق الشيخ بنكهته وكلامه الذي يعني يحاول ان يثبت بانه هو من كربلاء او من النجف. مع العلم العراق هو بلد الجميع، يجب ان تكون اللغه العراقيه الفصحى هي التي يعني تسيطر على الثقافه السياسيه. ولكن حتى في طريقه اللغه وطريقه يعني الكلام كانوا يتعمدون في ان يظهروها لانهم. ولكن السؤال الذي يبقى دائما استاذ احمد، نعم يبقى استاذ امير المفرجي، دائما السؤال الذي يبقى مطروحا هو لماذا يراد للعراقيين ان يصبروا على الفقر في حين أن العراق يعتبر أغنى دولة في العالم، ويحتكم السلطة وكذلك السياسيون على المليارات من خلال الميزانيات التي لا تصل للعراقيين أو لا يصل إلى العراقيين شيئا منها؟ سنناقش بعد قليل بعد فاصل قصير ضيوفي الكرام مشاهدينا الكرام يعني المكتسبات الأمريكية من خلال البقاء أو بقاء العراق في ظل حكومات يعني تعتاش على الفساد وديمومتها واستمراريتها من الفساد. ما المكتسبات الأمريكية؟ سنتحول إلى هذا الموضوع بعد فاصل قصير، كونوا معنا مشاهدينا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على العراق وهل سيشهد تغييرا في واقعه.
السؤال الذي سألناه قبل قليل يتحول إليكم أستاذ مصطفى، ما المكتسبات الأمريكية من بقاء العراق تحت نير الفساد؟ حضرتك سألت الأستاذ أمير المفرجي عن هل هذا تراجع من باعترافات هؤلاء السياسيين الذين يتصدرون المشهد في العراق منذ 16 سنة، هل هذا تراجع منهم عن العملية السياسية؟ باب التراجع عن العملية السياسية الاحتلالية، وهي مشروع الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق التدميري للعراق، بابه معروف، التخلي عن كل هذه العملية، ويعني التخلي عن آلياتها، التخلي عن الدستور الذي دمر العراق وفتته ونظام المحاصصة، وبعد ذلك نأتي إلى التفاصيل. أما أن يعني مجرد أن يتحدثون بهذه اللغة ويظهر بين فترة وأخرى هذا المسؤول أو ذاك اللي يتحدث، هو الحقيقة الحق واضح، هذا من الواضح أن هذه مجرد مزايدات أمام الشعب ولا تراجع عن العملية السياسية، لأنه بالإمكان كما قلنا لمن يريد أن يتراجع عن العملية السياسية أن يعلن براءته منها ويعلن اعتذاره من الشعب العراق عما تحقق من جرائم خلال هذه الفترة. هم جميعا فاسدون، هم جميعا استولوا على المال العام، سرقوه بنسب مختلفة نعم، ولكن جميعا مسؤولون عما جرى. الحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في هذا المجال، الذين احتلوا العراق بشكل مباشر أو غير مباشر وباتفاق ثنائي أو ثلاثي أو إلى آخره، كانوا يعرفون مآلات الأمور التي ستحدث في العراق بعد احتلال هذا البلد وإسقاط نظامه الوطني وحل جيشه ومؤسساته الأمنية واجتثاث آلاف أو عشرات الألوف من خيرة مبدعيه في كل المجالات، وحل مؤسسات الدولة السيادية وحل التصنيع العسكري والوزارات وإلى آخره. عندما قاموا بهذه الإجراءات هم يعرفون جيدا لأنهم قاموا بها ضمن مخطط مرسوم ومحدد الخطوات سلفا. والآن الادعاءات التي تحدث بها مجرم الحرب جورج بوش عندما كان يهيئ قواته لغزو العراق، وعندما مارس بالفعل عملية يعني جريمة غزو العراق التي اشتركت بها أطراف عديدة كما قلنا، كانوا يعرفون جيدا أن هذه الادعاءات التي يتحدثون فيها عن توفير الأمن وتوفير الديمقراطية وتوفير الاستقرار في العراق وأيضا الحديث عن أسلحة الدمار الشامل، يعرفون أن هذه كلها ادعاءات كاذبة، وكان الهدف الأساس تدمير هذا الاحتلال هذا البلد وإسقاط نظامه الوطني وتدمير هذا البلد ومرتكزات الحياة فيه وتخريب كل النسيج الاجتماعي في هذا البلد، وكله تحقق هذا بسبب الغزو وبسبب ما جرى بعد الغزو من تسليم هذا البلد العريق المتقدم الناهض تسليمه إلى رعاع جاء بهم الاحتلال الأمريكي مرة أخرى من الشارع كما قال فائق الشيخ علي. كانوا يعرفون هذا، ولذلك الآن تترتب على المجتمع الدولي سواء الإدارة الأمريكية الحالية التي تعلن أنها معادية لإيران وتعلن أن رفضها لحتى قرار الغزو واعتبارها أكبر خطأ ارتكبته الإدارة الأمريكية السابقة، يعني إدارة بوش، وأيضا ما حصل في امتداد إدارة أوباما كذلك. لكن إذا كانت تعلن هذا الأمر فيجب عليها أن تخطو خطوات جدية في معالجة هذه المشاكل الكبرى التي حصلت في العراق خلال السنوات 16 الماضية. العراق الآن بات عبئا على المجتمع الدولي وبات عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، ويجب عليه على المجتمع الدولي وعلى الإدارة الأمريكية أن تخطو خطوات لمعالجة هذا العبء، لأن الأمر تجاوز موضوع تدمير العراق
الذي كان هدفا للغزو والاحتلال الآن تجاوزه إلى ما هو أكبر، الآن تصدير الإرهاب وتصدير الفوضى، ويعني جعل هذا البلد قنبلة موقوتة في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي، وهي أيضا وهي بالأصل منطقة يعني ساخنة غير قابلة لمزيد من المشاكل الكارثية. إذا كان هناك رغبة حقيقية في هذا المجال، وأقصد مواجهة إيران وميليشياتها، فأنا أعتقد سواء كان من الإدارة الأمريكية أو من الأقطار العربية الشقيقة التي تريد مواجهة الإرهاب الإيراني، أنا أعتقد الساحة الأولى التي يجب أن تواجهها هي تواجه الإرهاب الإيراني، يجب أن تكون المواجهة الأولى في العراق، لأن العراق هو السد الأول الذي كان يقف أمام هذا الإجرام، وبانهياره أصبح الأمر يعني كما قلت لي تجاوز موضوع تدمير العراق إلى تدمير المنطقة كلها. نعم أستاذ أمير المفرجي، بعد أن وصل العراق إلى الصورة التي هي عليه الآن، هل ترى أن هناك ربما توقعات تحركات من المجتمع الدولي أو حتى من الولايات المتحدة لإصلاح الصورة في العراق؟ طبيعي ان ما تريده الدول الغربيه العظمى هي اولا مصالحها، وفي الوقت السابق كانت مصالحها مع النظام العراقي الذي اسقط في 2003، كانت مصالح اوروبا جيده جدا مع العراق، ولكن عندما انقلبت هذه المصالح يعني اصبحت مصالحها مع النظام الجديد، لانها دول يعني لها مصالح اقتصاديه اولا، هناك تنافس في إطار جديد قد يحدث الآن أو قد بدأ يحدث الآن، وقد نسميه بعالم متعدد الأقطاب، حيث هناك تنافس عديد بين الدول العظمى الموجودة في العالم وخصوصا في المنطقة، وما وجود إيران في الوقت الحاضر إلا دليل على هذا يعني التجاذب وهذا الصراع بين الدول التي تريد أن تصبح مسيطرة على الوضع، والعراق هو الحلقة الضعيفة في هذا المسلسل، قد أصبح بين فكي إيران. ولهذا من المنطق أنا في نظري أن الدول العظمى ترى أن مستقبل العراق ومستقبلها هي ليس في نظام طائفي يعني تابع لإيران، لأن إيران قد يعني أكلت أكثر مما يعني استطاعت أن تأكله في العراق، وذلك بمساعدة أمريكية. الآن الغرب قد وعى بأن إيران هي الخطر الكبير على مصالحه. من هذا المنطق أنا في نظري أن الولايات المتحدة أولا وأوروبا ثانية لا تريد أن يبقى العراق داخل يعني اللوبي الإيراني الطائفي الفاحشي، لأنها يعني تخاف أولا من الصين، لأن الصين لها علاقات جيدة مع إيران، وكذلك من الاتحاد السوفيتي الذي يعني له علاقة جيدة بالنظام السوري من خلال إيران أيضا. إذن الولايات المتحدة والغرب وهما يعني في الحقيقة دول يعني لها مصالح مشتركة بينهما، هما حلفاء يعني في طبيعتهم منذ الحرب العالمية الثانية، فلهذا مستقبل العراق سيكون من خلال عالم متعدد الأقطاب تسيطر عليه الدول القريبة من البحر المتوسط، ألا وهي الدول الأوروبية، ولكن أمريكا سوف في النهاية تذهب خارج هذه المنطقة لمواجهة الصين في المحيط الهادي، وذلك في صراع مستقبلي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وستكون أوروبا هي الموجودة في منطقة العالم العربي، وخصوصا الدول الكبيرة كتركيا كإيران، إذا بقت بهذه يعني هذا المستوى، وكذلك إسرائيل. لأن إسرائيل هي شكرا لك أستاذ أمير المفرجي، الطفل المدلل لأمريكا والغرب في المنطقة. إذن أستاذ مصطفى كامل، يعني هل الحل بيد القوى الدولية أم الحل بيد العراقيين؟ كيف يمكن أن يعني ينجو العراقيون من فكي الفساد؟ العراق عنصر فاعل في المجتمع الإقليمي والمنظومة الدولية، وبالتالي العلاقة مع العراق الإيجابية تعيد التوازن في المنطقة، لأن الحقيقة أنه لا يمكن لأحد أن يوازن التغول الوحشي الإرهابي الإيراني بقدر ما العراق يوازن هذا التغول،
فإذا العلاقة الجيدة مع العراق وعودة العراق الإيجابية إلى مجتمعه العربي والدولي تفيد التوازن في أوضاع المنطقة، وأيضا تحقق أو تسهم في تحقيق الاستقرار في العالم. تبادل المصالح في العالم أمر مشروع، ويعني لكن بدون تبعية ولا هيمنة، وهذا كان حقيقة العراق منذ سنوات طويلة يحاول أن يشق طريقة في يعني المجتمع الدولي بلا رافضا موضوع التبعية والهيمنة. والآن المجتمع الدولي كما قلنا تترتب عليه مسؤولية أولية، مسؤولية قانونية، لكن المجتمع الدولي لم يفي بأي مسؤولياته منذ احتلال العراق حتى الآن. الفساد يضرب أطنابه ومشاكل العراقيين في ازدياد. نعم صحيح هذا، ولذلك نقول أن المجتمع الدولي وبالذات الإدارة الأمريكية تترتب عليها مسؤولية قانونية ودولية في هذا المجال، ويجب أن يعني يجد العراقيون نافذة أمل في موضوع أو فسحة من الأمل والضوء في نهاية هذا الممر الذي خاضوه يعني نفق الظلام والإرهاب والدماء والفساد الذي عصف بالعراق طيلة احتلاله في السنوات 16 الماضية. المجتمع الدولي والمجتمع العربي والقرار الرسمي العربي على كل ملاحظاتنا واعتراضاتنا عليه يجب أن يسهموا جميعا في إنقاذ العراق بدل من أن يكون قنبلة متفجرة في المنطقة تعيد، يعني يجب أن يعيدوا العراق إلى واقعه أو إلى حجمه الطبيعي. العراق ليس رقما بسيطا في المعادلة، وإلا كما قلنا يعني هذه القنبلة العراقية ستنفجر وستصيب الجميع بكوارث كبرى. أستاذ أمير المفرجي، ما الحل من وجهة نظرك؟ هل هناك مشاريع يعني دون تدخل أي قوة إقليمية، دون تدخل المجتمع الدولي في سبيل القضاء على الفساد في العراق، هل هناك ممكن أن تكثف من اللجان الحكومية داخل العراق من أجل مكافحة الفساد، رغم أن الكثير من المسميات موجودة، المفتشيات العامة والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة؟ هل بات من المسلمات أن الفساد باق في العراق؟ طالما بقى هذا النظام السياسي بطبيعته الإثنية وبطبيعته يعني الغريبة الهجينة، لم نستطيع أن نرى نظاما هجينا بهذا المستوى وبهذا الشكل. انه نظام بني يعني من ورق، ليس له اي اساس سياسي يقلب، وليس له اي اساس مجتمعي يعني يدين له بالولاء. اذا هذا النظام سوف يبقى بسرقه اموال العراقيين وثرواتهم طالما هو موجود، وطالما كان المجتمع الغربي يعني لم يعمل شيئا لإزاحته. أنا يعني أتذكر في 2003 المجتمع الدولي يعني استطاع أن يعمل نوع من المعارضة للنظام العراقي في سبيل يعني إزالته. أنا في نظري المجتمع الدولي سوف يتحتم عليه في المستقبل من إزالة هذا النظام بطرق عديدة سياسية اقتصادية ومنعه من يعني البقاء في العراق لهذا، وخصوصا لأن هناك نية، وأنا مسؤول عن كلامي، هناك نية غربية في تغيير النظام الإيراني، والكل يعرف في العراق وفي العالم بأن النظام العراقي لم يكن له أن يبقى بهذه يعني القوة وبهذا المستوى. شكرا لك أستاذ أمير. النظام الديمقراطي الإيراني الذي يتشابه مع النظام العراقي في يعني سياسته التي هي سياسة ثانية. هل تعلم بأن خامنئي هو من أكثر؟ نشكرك شكرا جزيلا. هل تعلم بأن الحرس الثوري الإيراني هم المسيطرون على الثروة الإيرانية؟ إذا النظام العراقي يشبه في فساده النظام الإيراني. شكرا لك أستاذ أمير المفرجي. يعني أنا أحب أن أقول في هذه الكلمة الأخيرة، هناك في العراق روح وطنية يعني تتداولها الأجيال، تحول فوق رؤوسهم وسوف تنفجر يوما ما لإعادة العراق إلى وضعه الطبيعي الذي يريده جميعا. شكرا لك. أستاذ مصطفى كامل، هل تتوقع انقلابا من داخل العملية السياسية في دقيقة أو أقل؟ لا يوجد انقلاب
في من داخل العملية السياسية ولا يوجد إصلاح لأوضاع العراقيين من داخل العملية السياسية. العراقيون جربوا مدى 16 سنة كل مراحل وكل مخرجات العملية السياسية ووجدوها مخرجات مليئة بالإرهاب والفساد والإجرام والظلم والتفتيت، وأدخلوا الإرهاب إلى العراق، دمروا المدن، أخرجوا أبنائها نازحين بالملايين في مخيمات النزوح، وما يزالون يعانون من جرف الصخر ابتداء والفلوجة والرمادي وأعالي الفرات وتكريت وبيجي وديالة وكركوك والموصل. الآن الكارثة الكبرى مستمرة في العراق وتطحن كل العراقيين. لا يوجد إصلاح في العملية السياسية ضمن آلياتها ولا ضمن مخرجاتها ولا ضمن شخوصها أيضا. الإصلاح في العراق يكون على يد العراقيين يعني منهج وطني عراقي، ولا بأس أن يكون هناك نوع من الدعم من الأشقاء العرب أو من المجتمع الدولي. فهذا أمر طبيعي جدا. شكرا لك ضيفي الكريم الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، ضيفي في السعودية. وشكرا لك ضيفي الكريم الأستاذ أمير المفرجي، الكاتب والباحث والمحلل السياسي العراقي. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية وإلى اللقاء.